بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو الغدد الصماء. والحقيقة جهاز الغدد الصماء من الأجهزة اللي هي لها مزايا أو صفات متفردة عن بقية الجسم، بمعنى إن هي مش وحدة متكاملة مرتبطة ببعض، هي وحدة متكاملة إنما ليست مرتبطة عضوية. بمعنى مثلا ما تقولي جهاز الهضمي بيبتدي بالفم، بالبلعوم، بالمريء، بالمعدة، بالاثنى عشر، الأمعاء، القولون، ده جهاز اهو انا بالناحيه التشريحيه مرتبط ببعض. لما تيجي على جهاز الغده الصماء لا، هتلاقيه منتشر في كل الجسم، في قاع الجمجمه في الغده النخاميه، في الرقبه في الغده الدرقيه والغده الجردرقيه، في البطن في الغده الفوق كلويه، في الحوض في المبايض او في الخصيتين بالنسبه للراجل، كل دي اعضاء الغده الصماء. طب ازاي هي بترتبط وتعمل مع بعض؟ ده عن طريق افرازاتها اللي هنقول عليها الهرمونات، بتفرز هرمونات والهرمونات دي بتروح بتمشي في الدوره الدمويه ويبتدي يعمل كنترول على نسبه الافراز بتاعتها، اللي هو الماستر جلاند او الغده المهيمنه على كل الغده الصماء ديت، اللي هي الغده النخاميه اللي موجوده ايه في قاع الجمجمه. وده عن طريق الهرمون بيحصل انعكاس، لما تزيد نسبه افراز الهرمون يقل افراز الهرمون المحفز من الغده النخاميه، والعكس يعني ممكن يحصل. تيجي تقول طب دلوقتي الغدد الصماء بتعمل ايه في الجسم؟ هقول لك هي مسؤوله عن جميع الوظائف الحيويه للجسم، من اول البيبي، مرحله النمو بتاعته، مرحله البلوغ، مرحله تكوين القدرات الفكرية والحركية، مرحلة الإنجاب، مرحلة عند التعرض لضغوط عصبية وحاجة زي كده، في هرمونات معينة بتطلع وهكذا. يبقى الغدد الصماء هي مسؤولة عن جميع وظائف الحيوية في الجسم. نقطة أحب بس أفرق بينها، إن أنتوا إيه دايماً بيحصل فيه لخبطة بين الغدد الصماء والغدد اللعابية والغدد الليمفاوية. الغدد اللعابية دي غدة بتبقى موجودة في الرقبة وفي الفم، ليها قناة بتفرز اللعاب، إنما الغدد الصماء ملهاش قنوات، دي على طول إفرازاتها بتروح للدم مباشرة. الغدد الليمفاوية لا، دي بتبقى إيه، بتتضخم نتيجة لما بيحصل فيه التهاب في مرحلة في جزء معين من الجسم، يبتدي الغدد الليمفاوية إيه في القريبة منها إيه بتتضخم، يروح للتهاب دي بتنتهي ملهاش مشكلة. إنما في بعض الأمراض بتحصل في الغدد الليمفاوية بيبقى لها طبيعة الأمراض الغير حميدة، فدي لازم إيه نخلي بالنا منها. نيجي نقول طب ايه أهمية الغدد الصماء؟ احنا قلنا في الوظائف اللي احنا قلنا عليها. طيب انا ازاي هعرف ان انا عندي خلل في الهرمونات او في خلل الغدد الصماء؟ من اول والبيبي لما هتلاقي فيه مثلا معدل النمو بتاعه لا قليل، يبقى معنى كده عنده نقص في نقص هرمون النمو. بعدين يبتدي الوظائف بتاعته بقى نايم ومش قادر يرضع وكسلان وعنده امساك وشعره بيسقط، فكر في الغده، نقص في افرازات الغده الدرقيه. لا ده عصبي، لا ده بيتنرفز قوي، بيحس بدقات قلبه بيخس، فكر في امراض زياده افراز الغده الدرقيه. الضغط بتاعه ما بيتظبطش خالص وبيجي له دقات سريعه، برضه فكر في الغده الفوق كلويه. اتجوز وبقى له كام شهر ولا كام سنه ما فيش انجاب وحاجه كده، فكر في المبايض وفي الخصيتين. المقصود ان الـ كل وظائف الحيويه بالنسبه للانسان مرتبطه بنسبه بافرازات الغدد الصماء. ده بيبقى لما يبقى عندك اي من الاعراض اللي انا قلت عليها تبتدي تشك، وبعدين تبتدي على طول تروح للايه؟ لاخصائي الغدد الصماء عشان يبتدي يوجهك في الاتجاه السليم الصح. ده على ده الكلام ده بيحصل عن طريق قياس نسبه الهرمونات الموجوده في الدم، وعن طريق ايه الاشعاعات اللي ممكن ايه تتعمل. الحاجه اللي لما نيجي نقول طب العلاج بتاع الحاجات ديت، كل حاجه العلاج بتاعها بيبقى مرتبط بنوع المرض الموجود، زياده في الافرازات، نقص في الافرازات، سبب الزياده دي زياده نشاط ولا اورام موجوده، فالعلاج بيختلف، يا اما يكون علاج دوائي، يا اما يكون جراحي، يا اما يكون علاج عن طريق المواد المشعه. كل ده اللي يحدده هو الاخصائي الغدد الصماء، وهنا دايما بيكون العلاج بالتعاون مع اخصائي الغدد الصماء، جراح الغدد الصماء، المعمل المختص في قياس نسبة الهرمونات، مركز الاشعه المختص في تصوير الغدد الصماء الموجوده في الجسم. وربنا ان شاء الله يشفيكم ويبعد عنكم الامراض. ودي فكره بسيطه عن الغدد الصماء.